روسيا العملاقة عسكريا، لماذا لا تملك سوى حاملة طائرات متداعية، رغم أن روسيا هي ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وثاني مصدر للسلاح في المعمورة؟ فإنها لا تمتلك سوى حاملة طائرات متداعية، تعاني منذ سنوات من مشكلات فنية وأعطاب متتالية، فلماذا لم تنعكس القوة العسكرية الروسية على مجال حاملات الطائرات، رغم ما تمثله هذه القطع الحربية العملاقة من تفوق بحري وهيبة لا تخطئها العين؟ تاريخيا كان الاتحاد السوفيتي قوة برية ضاربة بالنظر إلى متطلبات اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، وقد كان للسوفيات طموح لبناء ترسانة بحرية هي الأكبر في تاريخهم، ولكن هذه الخطط انهارت مع تفكك الاتحاد في نهاية العام 1991، لترث روسيا حاملة طائرات وحيدة من فترة الحرب الباردة ولا تزال قيد الخدمة رغم المشاكل العديدة التي واجهتها. وكان من بين أبرز الأسباب التي عرقلت تنفيذ خطط السوفيات لتطوير حاملات طائرات هي نقص الموارد المتاحة، فضلا عن الأولوية المعطاة للترسانة العسكرية البرية. وأثناء الحرب البادرة بين المعسكرين الشرقي والغربي، دخلت حاملة الطائرات المروحية موسكافا وو لينينغراد الخدمة في عام 1967 و1969 على التوالي، وكانت مهمتهما تتجلى أساسا في محاربة الغواصات، كما صنع السوفيات 4 حاملات طائرات أخرى قبل نهاية الحرب البادرة، إلا أن كل هذه القطع الحربية البحرية خرجت من الخدمة عقب انتهاء الحرب، وتحول بعضها إلى خردة والبعض الآخر إلى متحف، وفئة أخرى أعيد تأهيلها وبيعها إلى الهند، مثل فيترا ماديتا أعطاب كوزنيتسوف. وتملك روسيا حاليا حاملة طائرات وحيدة هي أدميرال كوزنيتسوف، التي أبحرت للمرة الأولى عام 1985، ويبلغ وزنها 6000 طن، ويمكنها حمل 40 طائرة عمودية ومقاتلة. وتعاني هذه القطعة البحرية منذ مدة من أعطاب تقنية لا سيما في محركاتها، وذلك بسبب ضعف مخصصات الصيانة منذ نهاية الحرب الباردة. وقد انخرطت حاملة الطائرات الروسية في العام 2016 لمدة شهرين في إطار التدخل العسكري لموسكو في الحرب السورية، وهي العملية القتالية الوحيدة لحاملة الطائرات. وفقدت أدميرال كوزنيتسوف أثناء هذه العملية طائرتين، إحداهما طراز ميغ 29 كيوالف، ثانية من طراز سوخوي 33، عندما كانت على وشك الهبوط على مدرج كوزنيتسوف. وبسبب الأعطاب المتتالية توقف العمل بحاملة الطائرات، وهي تخضع منذ العام 2017 لأعمال صيانة في ورشة بحرية شمالية روسيا. وفي أكتوبر تشرين الأول 2018 سقطت رافعة عملاقة على متن كوزنيتسوف وهي داخل حوض جاف طافٍ، فتسبب الحادث بغرق الحوض وإحداث فجوة في هيكل السفينة تدفقت منها المياه. وفي 13 من ديسمبر كانون الأول الحالي اشتب حريق على متن حاملة الطائرات أثناء خضوعها لأعمال صيانة في حوض بناء السفن في منطقة زيفيزدوشك في القطب الشمالي. وقبل ذلك بمدة طويلة اندلع في العام 2009 حريق ناتج عن تماس كهربائي على متن القطعة البحرية الروسية أثناء مناورات مشتركة في البحر المتوسط، مما أدى إلى مقتل بحار. لم تخضع حاملة الطائرات لصيانة منذ العام 1997، وقد أثارت مشاكلها المتعددة نقاشا داخل روسيا حول ضرورة بناء حاملة طائرات ثانية، وهو الأمر التي تأجل لاعتبارات مالية، علما أن بناء حاملة الطائرة مكلف للغاية. فمثلا أنفقت الولايات المتحدة 13 مليار دولار لبناء حاملة الطائرة USS جيرارد فورد، وهو ما يعادل تقريبا الإنفاق العسكري السنوي لإيران،
ونقلت صحيفة The Economist البريطانية عن الخبير في الشؤون العسكرية الروسية مايكل كوفمان قوله إن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة هي فيل أبيض من دون أي مهمة حقيقية، ويضيف أن موسكو تبقي على هذه القطعة البحرية الضخمة رغم مشاكلها المتعددة لكي تحافظ على مظهر، ومن أجل دعم المجموعة القتالية لحاملة الطائرات سعت موسكو إلى شراء 2 من حاملات الطائرات القتالية الفرنسية، إلا أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس آذار 2014 دفع باريس لإلغاء الصفقة المحتملة، وحرم الروس من تقوية قدراتهم البحرية. وقد أخرج الروس حاملات طائرات من الخدمة أكثر من أي قوان عسكرية أخرى، ومن ذلك حاملة الطائرات أوليانوفسك التي شرع في تصنيعها في العام 1988 قبل أن تحول إلى خردة ولم يكتمل بناؤها بعد، وذلك عندما وضعت الحرب الباردة أوزارها، وعندما شغل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف منصب رئيس روسيا قبل سنوات، وضع خططا لبناء وتشغيل 6 حاملات طائرات بحلول العام 2025، إلا أن هذه الخطط لم تر النور، والمخطط الوحيد الذي يجري الحديث عنه حاليا في روسيا هو مشروع بناء حاملة طائرات جديدة وزنتها 100,000 طن وتحتوي على تكنولوجية عسكرية متقدمة أولوية أخرى. ومقابل جمود في خطط روسيا لبناء حاملات طائرات، فإن باقي القوى البحرية الكبرى في العالم تطور قدراتها في هذا المجال، فأمريكا تتفوق في هذا المجال بهامش كبير مقارنة بباقي الدول التي تمتلك حاملة طائرات، فحاملات طائرات الأمريكية المنتشرة في بحور العالم تمكنها من إطلاق المقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع في أي مكان بالعالم دون حاجة إلى قواعد عسكرية، كما أن باقي القوى البحرية تصنع المزيد من حاملات الطائرات. في بريطانيا تصنع 2 منها، والهند تعمل على تصنيع 3، وللصين خطة لامتلاك 6 بحلول العام 2035. وحتى اليابان انضمت لنادي الكبار، إذ أعلنت في نهاية العام 2018 أنها ستحول 2 من سفنها المدمرة إلى حاملتي طائرات.